السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، وصفة جديدة في قناة لمسة الأنيقة. اليوم غنحضر معكم واحد الكيكة اللي كتجي روعة في المذاق. تبعوا الطريقة. نحتاج 3 البيضات، 1 كأس سكر حبيبات، ملح لتصحيح الذوق، سكر فاني، نخلط كل شيء بضرب كهربائي حتى كنحصلوا على هذا اللون، حتى كيتغير اللون ديال الخليط. هذا هو السر باش تكون الكيكه ناجحه. وكنزيد نصف كاس ديال الزيت، نصف كاس ماء دافئ، شوربه برتقاله واحده، جوج ملاعق كبار ديال الحليب مجفف، بطاش غرام ديال الكاكاو المار، عصونز ديال الدقيق، بيكنج باودر 16 غرام، هنا الخليط كنخلطو غير بطرب يدوي، وهنا مازال كنزيد نص كأس ديال الدقيق، كنخلط حتى كنحصل على هاد القوام. هنا السر تاني باش تكون كيكه ناجحه 100%، كنضيفو ملعقه كبيره ديال الخل، كنخلي حتى الاخر وعاد كنضيف ملعقه ديال الخل، هنا عندي المول على شكل دائري اللي مدهون بالدقيق والزيت، اللي مدهون بالزيت والدقيق. كندخل الكيكه ديالي الفران اللي كنشعل ليه من الاسفل فقط، وكنشعل ليه ل 180 درجه، وهنا كنوجد في السيرو ديال الكيكه عندي كاس ديال العصير، وكنضيف عليه ملعقه صغيره ديال القهوه السريعه ذوبا، وملعقة صغيرة من السكر حبيبات. هنا عندي كيكة بعد ما كنخرجها من الفران مدة نص ساعة، كنسقيها بالسيرو اللي فيه العسل ديال الليمون والقهوة، كتجي رائعة في المذاق، عشاق القهوة.
القناج كنحتاج فيه كأس ديال الحليب وقطعة من الشوكولاتة. أنا استعملت شوكولاتة عادي، ندوبهم في حليب ساخن وكنزيد على القناج ديالي دانة ديال الشوكولاتة. وهنا كنزين جوانب ديال الكيكة بالكوك، التزيين كيبقى اختياري. ممكن لكم تزينوا الجوانب ديال الكيكة باللوز الافلي، وهنا انا كنختار نزين الكيكه ديالي بياغورت، ياغورت من نكهة الفاني على هذا الشكل. كنمونتي الكيكة ديالي بهذه الطريقة بهذا العود، طريقة بسيطة وزوينة. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه، كتجي رائعه. البرتقال مع الشوكولاته مع القهوه كيجيو رائعين في المذاق. عجبكم الفيديو ما تنساونيش في اللايك والاشتراك والجرس ليصلكم كل جديد.